طب خليكم استنوا بس استنوا رايحين فين. ده انا لازم اشكركم ولازم احييكم. ربنا يا رب يوفقكم، وانا سعيد. وحتى يعني طبعا انتوا نماذج من عدد كبير جدا من المصريات والمصريين اللي شغالين في الاطار اللي هم المستفيدين من في مبادره التمكين الاقتصادي اللي بيتكلموا عنها. لكن انا بشكركم عشان النجاح اللي انتوا حققتوه، وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا ويشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. فانا بوجه لكم الشكر كلكم، واتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز انسى ان انا اوجه التحيه والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، انا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. وده دور احنا محتاجينه.